لأن الحب يكمن بالعطاء والحياة تكمن بالتضحية. وبمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي الذي يصادف تشرين أول من كل عام، نظمت منجدات وزهرات مجموعة كشافة تيرا سانتا في بيت لحم يوما توعويا عن سرطان الثدي، وذلك بهدف تشجيع المرأة على الفحص المبكر. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. نظمت عشيرة المنجدات التابعة لمجموعة كشافة تيرا سانتا نسور المهد في بيت لحم نشاطاً توعوياً في عرين المجموعة عن سرطان الثدي، وجاء هذا النشاط في شهر أكتوبر الوردي. تضمن النشاط منشورات توعوية للمرأة والفتاة باللغة العربية والإنجليزية، ومعلومات وملصقات زينت عرين المجموعة تتحدث عن هذا المرض الذي يشجع المرأة للفحوصات الدورية، والذي يدرج تحت عنوان الفحص المبكر. وتحتوي هذه المبادرة بيع بعض المأكولات من معجنات وحلويات زينت باللون الوردي، حيث يعود ريعها لصالح مرضى السرطان. ومن الملفت أيضا تبرع المنجدات بخصل من شعورهن كخطوة تضامنية مع المرضى. ويعد هذا النشاط توعويا من الدرجة الأولى، وهو ما يندرج من التعاليم والمبادئ الكشفية، والذي يعتبر من الواجب نحو الله والوطن والإنسان والعطاء والمحبة للآخرين وزرع الثقة ورسم البسمة على وجه كل من فقدت الأمل، فالحياة عطاء. احنا عملنا نشاط هو توعية للنساء، الكشف عن سرطان الثدي المبكر. طبعا أنا استغربت إنه البنات فكروا إنه شو يقدموا منهم، فكان عندهم العطاء، فكل بنت جابت إشي من عندها زي ما أنت شايفة هون، ورح نبيعه، وهذا البيع رح يكون داعم لمرضى السرطان. فيعني أنا بصراحة كتير مبسوطة من المنجدات، وهذا شرف لإلنا إنه يفكروا بهاي الطريقة، لأنه دايما تفكيرنا في هالوقت إنه بفكر الكل بالنواحي الترفيهية وكيف يروحوا وكيف يجوا وكيف على السوشيال ميديا وكل هاي الشغلات. فأنا كتير انبسطت من البنات إنه فكروا بالإنسان، وهذا جزء من قانوننا الكشاف. الوهم هو نصف الداء والإطمئنان هو نصف الدواء، وفحصك المبكر هو أول خطوات للشفاء، وعشانك بتهمينا لازم تفحصي وتطمنينا. من هاي الجملة أنا حابة اليوم بهذا النشاط الحلو، كان هو نوع من أنواع التوعية لأميات اليوم وصبايا اليوم بضرورة هذا الفحص، وإنك تعمليه عبكير وتطمني على حالك. نحن اليوم ككشاف عملنا هذا النشاط لأنه في مبدأنا الكشفي نحن منساعد الآخرين ومنخدم المجتمع، ففي هذا النشاط نحن عم نعمل حملة توعوية لسرطان الثدي. ففي المصاري اللي راح تطلع من هذا النشاط نحن راح نتبرع فيها لمرضى السرطان، وبنفس الوقت برضو منوعي الناس عشان تروح تفحص وتكشف عن المرض بوقت مبكر. لنورسات مارلين الحدوى من عرين مجموعة كشافة تيرا سانتا نسور المهد بيت لحم.